الحسين رضي الله تعالى عنه جمعوا له 12,000 فرد يبايعون في العراق وهو غير موجود، هو اللي في مكة، وبعثوا له وفد لأجل أن يلتزم بالبيعة، لأنها 12,000 بايعته من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في العراق، لكن في مكة ما حد بايعه، ولا في المدينة ما حد بايعه، بلاد القرآن والسنة في ذلك العصر، ولا حتى أحد من الصحابة المعروفين الأعلام لم أحد يبايع. البايعة جاءت مرحلة من الخارج، فوصلت إلى الحسين، استلم الرسائل، عندما قرأها وجد أنها بايعة فيها إشكال. أولاً أثارت عليه السلطة، ثم فتحت عليه العيون، ثم تابعوا كل أتباعه، ثم عزلوه حتى عن الدروس لأنه صار مراقب، وهذا الكلام تعرفوه إلى اليوم، أي إنسان يكون مراقب. فاضطر بذلك أن يفكر، أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل، قال له اذهب إلى العراق، انظر ما هذه الفوضى، ماذا يريدون مني؟ ذهب مسلم بن عقيل، لا فاكس في ذلك الزمن ولا جوالات ولا اتصالات، وتمر 6 شهور ما في خبر إلا إذا أحد رحل من بلد إلى بلد. فعندما رأى الأمر كثر والإرجاف كثر وأهل السلطة كثرت مراقبتهم، ضاق حاله، ضاق صدره، قرر الخروج، قال يجب أنا أن أستوثق لنفسي ما الذي يدور، والقضاء والقدر يجري في هذا الأمر، في قضاء وقدر يسير الأمور، لأنه يعلم أنه قتيل، والنبي أخبره أنه قتيل، وكل الصحابة يعرفوا أنه قتيل، وكل من ودعوا قالوا رحمك الله من شهيد، كلهم اللي ودعوا رحمك الله من شهيد. وخرج، لا خرج مقاتل ولا خرج منازع، كما نسمع الآن الحسن جبان والحسين بطل، نسمع الناس يتكلمون هكذا، يصنفون ويتكلموا من رؤوسهم. يا أخوان اقرأوا، اقرأوا كلام الرسالة والنبوة وأهل البيت لأجل تحكموا بالحق. فخرج الحسين بالنص، قال لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا فتنة، وإنما خرجت لأصلح من أمتي، لأصلح في أمتي جدي. صلوا على الحبيب، هذا اللفظ اللي نعرفه ونقرأه، الباقي اللي نسمعه ونتركه جانب. وبعد ذلك خرج، كان يقول له عبد الله بن عباس وددت أن أمسك بتلابيب شعرك حتى لا تخرج، إلا أني سمعت منك حديثا. ما هو الحديث؟ قال له إني سمعت رسول الله يقول إن هذا الحرم يستحل برجل، أو في رواية بكبش، فلا أريد أن أكون أنا، والله لو قتلت خارج الحرم بشبر خير لي من أن أقتل داخله بشبر، قتيل قتيل، لكن لا أريد أن يكون دمي ودم المسلمين في الحرم، لابد أخرج، لأن النبي قال في واحد بيجلس في الحرم وبتسيل الدماء بسببه، لا أريد أن أكون أنا. من هو؟ عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير بعد ذلك جاء وجلس في الحرم وكسروا الكعبة وقتلوه بجوار الحرم وأسالوا الدماء في بيت الله. إذن النبي صدق صلى الله عليه وسلم، والحسين استوفى لنفسه واستوفى نفسه وخرج، وقضاء الله يسير معه حتى قتل. من قتله؟ فريقين، وهذا كلام افهموه، قتله فريقين، الذين أخرجوه من بيته الذي سموا أنفسهم محبين وبايعوه تركوه يقتل ولم ينصره أحد، كانوا يسمون هؤلاء المحبين الخاذلين والبغاة القاتلين، البغاة قتلوه والمحبين خذلوه. إذن فأهل البيت ما لهم علاقة بهذا الكلام، هذا صراع بين محب وبين مبغض. قال فيه النبي عن سيدنا الحسن بني هذا سيد سيصلح الله بين فئتين، محب ومبغض. إلى اليوم لنا محب ومبغض، نحن نمط آخر يسمونه النمط الأوسط، ابحثوا عن هذا النمط الأوسط وعن آدابهم وعن أخلاقهم وعن سلوكهم على مدى التاريخ. إذن الحسين مفصل، قتل بين فريقين، والحبيب يقول في الحديث من أدركه فلينصره، من جاء في المعركة فنصره نال الشهادة ورفع، وأما من جاء من بعده لأجل يبكي ويصيح، عندنا في فقه التحولات والمتغيرات يسمونها عقد الذنب، الواحد بعد ما يقع في الخطأ يجلس يبكي، لا يعود على أهل البيت ولا على الحسين بشيء، ولا يمكن أن نأخذ ثار من أحد، لأن القتلة قد ماتوا والقاتل قد ذهب والمقتول قد ذهب، الآن يطالبون بالثار من من؟ ولا نحن قبائل بدو 70 سنة و1000 سنة و100 سنة وعاد دمنا في رقاب الناس منهم؟ يجب أن نرجع للنصوص ولا نرجع للتجييش الشعبي المبني على العاطفة،
تجيش العواطف ضد المسلمين، ضد بعضهم بعض، هذا عمل شيطاني يريد أن يدمر المسلمين، يقتل بعضهم بعض كما أخبر النبي في آخر الزمان، يقتل الرجل أخاه وابن عمه، هرج ومرج. التزموا بالنصوص وحافظوا على شرف الرسالة، لأن الشيطان يريد أن يضيع على الأمة رسالة محمد بن عبد الله، فيجعلهم في الدنيا يقتتلون وفي الآخر يدخلون جهنم. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن بعد الحسين رضي الله تعالى عنه جاءت مرحلة تسمى المرحلة الكربلية. مرحلة الكربلية جاءت بمشاكل لا حد لها ولا حصر، كان من آثارها في منهج الأبوة ومنهج التسلسل المنهجي في إرث آل البيت أن ظهر الإمام علي زين العابدين ابن الحسين، ولم يسأل عن السلطة ولا عن الثار ولا عن تجيش الشعوب، توجه مباشرة إلى المسجد وفتح بابه للعلم وصدره للعلم وللعبادة، حتى أفاد الأمة على مدى حياته كلها، وهو ناشر للعلم ناشر للدعوة كمثل هذه المدرسة التي تعيشون فيها وتدرسون منها. لا يسأل عن قتال ولا عن صراع ولا عن حقوق أهل البيت، واحترمته الشعوب واحترمه حتى أهل السلطة الذي قتلوا والده، وهو ما هو محتاج للاحترام، هو محتاج لحفظ الشعوب، لأجل تحفظ العلم. أنتم جئتم تطلبون علم، احفظوا العلم، احفظوا ميراث النبي محمد. ما هو ميراث النبي محمد سلاح، ما هو ميراث النبي صراع في الشوارع، ميراث النبي علم، قرآن، سنة، دراسة، معرفة، عبادة، خوف من الله، ورع، إخلاص. هذا الذي هو ميراث النبي للرجال وللنساء وللحاكم وللعالم وللكبير وللصغير، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا ليه العلم، وحافظتكم على العلم وحافظتكم على منهج أهل البيت الصح الحقيقي، الذي هو الميراث الفعلي التي تحتاج إليه الشعوب أمام هذه العلوم العصرية الفتاكة الهتاكة التي دمرت المجتمعات بالزنا والخنا واللواط والاقتصاد الربوي وأشباهها والإعلام الماجن وغيرها، جاءت عن طريق العلم النظري الجديد. إذن حافظوا على شرف العلم الأبوي النبوي الذي لا زالت آثاره ورائحته موجودة في أشباهكم وأمثالكم، وستقلون إذا لم تقفون موقف صحيح كما وقف الأوائل الذين نحن وإياكم نستند إليهم.